الجميل كمان ان جماهير الزمالك كانت فاهمه امبارح ان ان الزمالك بيلعب بطل اوروبا ففاهمين ان المباراه مش سهله خالص وعشان و و كده فضلوا لاخر لحظه لاخر لحظه بيشجعوا الزمالك برغم ان الزمالك متاخر بعدد نقاط يعني ولكن هم كانوا طول الوقت بيشجعوا الزمالك ومكملين وفاهمين كويس قوي ان الزمالك ما بيلعبش مباراه في الدوري المحلي الزمالك بيلعب مع بطل اوروبا في كاس العالم الأندية الزمالك جمهور واعي فاهم أه حاضر أه وحافظ قوانين كره السله بشكل كبير جدا أه قادر ان هو يشوف اللقاء بمنظور ورؤيه مختلفه عن المشاهد العادي لانه هو عارف هو جاي يشجع الزمالك عشان يكسب صحيح مش بيشجع الزمالك عشان كسب صحيح. لا انا انا ده حاجه جوايا وجوه دمي ان انا بشجع نادي الزمالك عشان اساهم واساعده على ان هو يوصل لمرحله الفوز ومش جديد على نادي الزمالك وجماهيره انها تفضل تشجع لاخر لحظه في المباراه حتى وان كان الفرق وصل الى شيء كبير صعب تعويضه خلال المباراه م. ودي برضو اتكلم عليها واشاد بيها كل العالم في الصحف الاتحاد الدولي لكره السله الاتحاد الدولي لكره السله اشاد بالمنظر بال... بال... بالافتتاح بالجماهير ب... اشاد بكل حاجه الاتحاد الدولي لكره السله امبارح يعني هو ده اللي احنا هو ده اللي احنا عايزينه طيب. وهو ده اللي احنا نتمناه ان هو يفضل موجود في ملاعبنا بهذه الشكل وبهذه الروح صحيح. وبهذا الـ الـ الاسلوب الراقي الحضاري والتشجيع المميز وبنطالب من هنا عوده الجماهير للمباريات المحليه مم. يعني انت النهارده عندك دروس مستفاده من البطوله دي كتير جدا طبعا. اولا ان مصر قادره انها تنظم اي بطوله ثانيا تترجع الجماهير تاني في جميع الالعاب ممكن الاتحاد لما شاف مثلا او او كل الناس المسؤوله عن القصه دي مش الاتحاد بس لما شافوا جماهير الزمالك امبارح بقد ايه وعيها وقد ايه ان هم وهم بيشجعوا فريقهم والدنيا كانت بسيطه وجميله وكانوا عاملين صوره محترمه جدا جدا هل ده ممكن يكون بوابه آه. لحضور الجماهير في الدوريات المحليه؟ خاصه ان بدانا نشوف كره القدم يعني ما من بمبر حضور الجماهير بمبر الزمالك هنا والبرنامج بتاع حضرتك ملوك الصلاه احنا بندعو تحدي اتحاد طبعاً. السله والاتحادات الاخرى مش اتحاد السله بس ان ترجع الجماهير تاني للملاعب لان هي دي القلب النابض لاي فريق الرياضه من غير جماهير ملهاش طعم طعم ولا حس ولا اداء وده بيرفع من نسق واداء اللاعب نفسه طبعا ان انا جمهوري بيشجعني بيديني حافز ب... ب... انا كمان عايز يعني آه اوري جمهوري ان انا قادر ان انا اسعده وان انا اخليه مروح مبسوط بالمباراه او بالبطوله او او فده شيء طيب وجميل طبعا فنتمنى ان الاتحادات كلها تعمل على ان تعود الجماهير لل... لمتابعه المباريات من داخل الملعب